فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله.